بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب قنو لينكس، معكم عبد المجيب. ما ادري ايش اسم الفيديو هذا، سميته اشياء كثيره يعني صراحه، لانه في اشياء من زمان ما نزلت على اليوتيوب، فحبيت اسوي تحديث وسواليف شوي معكم، وان شاء الله كذا معلومه ممكن تفيدكم يعني، ممكن ما ادري يعني، ما في شيء قاعد العب بالقلم عشان كذا انزل عيوني، فما ادري يعني، ان شاء الله تستفيدون من هذا الفيديو. تمام، انقطعت الفتره الماضيه وكثيرا فكرت اسوي مونتاج الفيديو، احط موسيقى حزينه واصور كلام الناس اللي يقولون نرجع اوكي، بس قلت يا اخي بياخذ علي وقت، ترى اسوي الفيديو وارفعه وخلاص. من اشياء التحديثات الجديده طبعا اكيد المايك المحترم هذا، علشان يكون الصوت عندي محترم برضو، لكن صوت المكيف هذا اللي تشوفونه وراه ما راح يروح، ما سويت المستقبل يروح المكيف، لا عادي يقترح المكيف صوته عالي اصلا يعني مستحيل يروح، يحتاج سبلت او حاجه، فالله يعينكم تحمل المكيف طالما انه بالصيف لان الدنيا حر عندنا. المهم رجعت لليوتيوب، اللي سووا لي دعم معنوي وما ادري ايش وكيش، وبعض الناس يقول يعني احس انه يبالغ يقول ضعنا اصلا ما نستخدم لينكس، لا تحمل لي مسؤوليه، راح تعلم يا شيخ كمل خلاص، انت تعتمد على شخص انت مش مع نفسك اوكي. على كل حال وش عندنا، وش عندكم سوالي في اليوم؟ تقريبا بتكلم عن كذا شغله. اول حاجه اني اخيرا رجعت لينكس، اخيرا صرت استخدم لينكس بشكل يومي، الان انا استخدمه بشكل يومي، نظرا لانه بالفتره الحاليه انا مو وقفت، لكن تقريبا مشاريع اللي كانت على في تطوير الايفون ابلكيشنز تقريبا حاليا ما في عندي مشروع في ايفون، كل مشاريع الحاليه ويب ماشي، فمرتاح جدا يعني مستخدم لينكس ومرتاح. يمكن الماك قبل فتره سويت تحديث والعالم سووا لي قلق زين انه ليش تستخدم ماك يا مرتد، ما ادري ايش يا اخي، الظروف احكام يا اخي، انت ما ادري اني استخدمت ويندوز اكثر من سنتين، قبل 2015 ايه 2015 الى تقريبا نص 2016 بالعمل في ويندوز، في برنامج بيشتغل على الويندوز ورخصته على الويندوز، ايش تبين اسوي الا اروح استخدم ويندوز بلا عباطه يعني. اللي حصل اكيد انتم عارفين طبعا الفتره الماضيه يعني استخدمت الماك عشان الاكس كود، عشان الايفون ابلكيشن على اي او اس بشكل عام، عشان اقدر اطور عليه لانهم شركه حقيره يعني، انه عشان تستخدم عشان تبرمج لازم تروح تركب نظامنا. رحت اشتريت جهاز بمبلغ وقدره انتم تعرفونه طبعا لانه للعمل، فاذا كان للعمل ايش عاجب تشتري العمل لا تسترخص اوكي، لانك عارف انت بعد فتره يعني بعد الاستثمار وكذا راح ترجع مبلغه. الجهاز اشتريته ب 11400 ريال وقتها، اللي هو التاتش بار، التاتش بار ده انا ما عم استخدمته، حاطين لك تاتش فوق كلام فارغ. المهم يمكن يفيد بعض الناس اللي يصل ما يعرف الكيبورد، يعني اول مره اشوف كيبورد يلمس من هنا، يمكن ما ادري ايش كان يفكرون بالضبط. الجهاز سيء يا جماعه من جميع النواحي اوكي، مو نظام التشغيل، اتكلم عن الجهاز كهاردوير سيء جدا. لعل اهم نقطه عندي يعني ايش اقول لكم، اكثر مني موصل على كيبورد خارجي، ما اتوقع انه في العمد كذا، لكن اول مشكله عندي واجهتها بهل الجهاز كانت الكيبورد، اي حبه يعني رمل صغيره توقف لك الكيبورد ما تشتغل، يوقف الزر ما ينضغط. قال لك ايش، قال مسوي لك فلات كيبورد علشان تطلع نايس، لا لا تخلي شكله نايس، حط لي الزر هالكبر ما عندي مشكله انا، بس خلي الجهاز يشتغل، مو بضغط حرف الواو حرف الذال ما ينضغط، ولا اضغط عليه بقوه بعدين يعلق يكتب لي 5000 حرف، ولا اضغط عليه بعدين يكتب لي حرفين بدل ما واحد. وش الجهاز ده ب 11400 ريال يقول، ولا قاعد شغال على واحد انا ب 7500 ولا 8000 واحسن منه اداء ونفس مواصفاته اكس بي اس ديل هذا، ما ادري ايش يحسون، بغير طبعا التعليقات اللي تصير يا الله يا جماعه. يعني اشتغل عليه ابي قاعد تبرمج انت اكيد ما اكيد اخر شيء تفكر به واخر شيء ترغب انك تشوفه انه يعلق عليك حاجه، اخر شيء خصوصا الاي دي اي شغال مبسوطه من تطلع حقتهم دي ملونه تقول كذا خلاص تفرج انت وحظك. طبعا ممكن انك ذا ممكن لا، احيانا صارت عندي مشكله ان المنيوز اختفت، انا ما ادري ليش كانوا مسوين اشاعات انه احسن نظام تشغيل واحسن جهاز، خليها الفارغ. لما جاء الشغل انا اضطريت اتعلم اسوي بلاوي زرقاء تخيلوا في 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 الماك، علشان ما اخلي الجهاز اللطيف هذا يعني يتحمل شغل كثير. يعني مكلمكم لينكس، انا لينكس متعود اني اشغل فاجرانت واحد واثنين وثلاثه، يعني يكون في عندي فيرتشوال سيرفرز اثنين الى ثلاثه، هناك ما اقدر اشغل يعني حدي واحد، شغلت اثنين الجهاز يصير منحوس، ما ادري ليش يعني، وش تركيبه النظام ليش ما ادري، حلو حرفيا ما اقدر استوعب زين. لكن الجهاز بشكل عام سلس يعني ما نختلف حنا كنظام وكقوائم كخدمات للمستخدم سلس، لكن موضوع الخصوصية هذا موضوع كبير، وشركة مثل أبل يعني صعب نتثق به. حلو، على كل حال رجعنا لينكس والحين الحمد لله أحسني ببيتنا، بس يوم رجعت لينكس اكتشفت أنه العالم تغير يا جماعة. أول شيء أول حاجة اكتشفته طبعا هو باكتشافي التحديثات، لينكس منت نزل تحديثات بشكل عجيب. أنا الحين شغال على كي دي طبعا، هي بس 18.5
خلينا نشوف سيستم 18.2 اتوقع. ايه هذه 18.2 فانا شغال على 18.2 طبعا نزلت نسخه حديثه 19 في 20 بعد ترى الدنيا مشت وانا مدريد ما راح اركب الحين لانه الى الان يعني قبل يمكن اسبوع اسبوعين مشيك انه نسخه الكي دي اي ما نزلت. هذا يجيبنا الى التحدث عن موضوع دائما يسالون عنه انه ليش انتهابك المطاف بعد كل تجربتك للتوزيعات يمكنكم شفتوه باليوتيوب ماستر كنت يعني من 2011 فانا موجود باليوتيوب 2010 وانا كل ما طلعت اسجل درس اقول بتوزيع طبيعي جدا اوكي ليش انتهى المطاف هنا لان اصلا هي اول توزيعه كانت موجوده للاكسمنت وانا كنت عارف اصلا واثق انه نهايه مطافي راح تكون مع الاكسمنت لان حاب شكله وحاب سلاسته وحاب دعمه للمستخدم توزيعه جميله مو عندي استعداد اني اركب توزيعه ناقصه ما ادري ايش ليش انا هنا مركب جهازي ابي افتح الجهاز وانجز عمل مو ابي افتح الجهاز واكتشف نظام التشغيل انتهت المرحله هذه خلاص تسوي واحد ثاني وتسوي فيرتشوال بوكس تلعب على راحتك لذلك انا انتهى المطاف هنا لانه بصراحه التوزيع جدا مدعوم وجدا مريحه انا انصح اللي يستخدمونه يتبرعون تبرعت قبل فتره راح ياخذ تبرع لك كم دولار وخلي العالم تستفيد هذه بالنسبه للينكس من لينكس بالوقت الحالي انا شغال على مشروع ضخم جدا اللي هو فليكس كورسز تمام الموقع شوفوا تحت براس حطيت لكم اللي بروح شوفه طبعا هذا الموقع انا خصصت فيه دورات ما تنزل على اليوتيوب طبعا ما تنزل على اليوتيوب مو معناته انه لها علاقه بلينكس ما لها علاقه بلينكس الدورات اللي تنزل هناك بعيده عن مجال القناه لذلك انا حطيت لها موقع برضه دورات مدفوعه مو ببلاش لكن حاولت قدر الامكان الدوره تكون يعني كيف اقول لك منطقيا تقدر يعني تشتري الدوره رخيصه جدا مقارنه بسوق العمل والدورات اللي موجوده بالمحيط اضافه لانه حاولت بقدر الامكان هالموقع يتميز يعني مو بشكله شكله اصلا انا مصمم انا ما انفع اصير مصمم شكله يعني بذلت جهد تراي عشان اطلع شكله كذا انا غير مصمم مبرمج بس فاللي حصل انه الدورات احاول قدر الامكان انه ما يفوت حاجه في الدوكيومنتيشن الحاجه معينه يعني شو الدورات المكتمله عندي مثلا انا حاليا مركز على الويب لانه اصلا هو مجالي في دورة لارافل مثلا اللي حالي الى الان مستمر لسه ما اكتملت بعد هي راح تكتمل تقريبا 8 الى 8 ونص 9 ساعات هذا مجمل الدوره فانا احاول انه في اي دوره اسوي شيء انه ما يفوت حاجه على المستخدم بالدوكيومنتيشنز الدوكيومنتيشن حق لارافل مثلا كبير وايضا ممكن ما يمر سيناريو معين احتاج استخدم الخاصيه هذيك لذلك انا احاول قدر الامكان انه طبعا عندي مشروع انفذه في خلال اي كل دوره انه لما تنتهي الدوره تكون نفذت مشروع مو بس فهمت الدوكيومنتيشنز لا لازم تكون نفذت فالموضوع شويه في تحدي بحيث انه يعني ادري بس حاليا انا احاول تكون هي اكبر دوره لارافيل على الانترنت اطلاقا احسن بكل ثقه اقول لك ازي من حقه لاركاست معليش كسلسله وتواصله حتى لاركاست ان شاء الله نحطهم براسي بسوي دوره احسن منهم ليش لانه ابي الواحد لما يدخل هنا يطلع شبعان لما تاخذ الدوره هذه تطلع شبعان يعني يبي لك اصلا شهرين يمكن تطبق او شهر ونص عشان تخلص الدوره ذي لانه اذا كنت تقول 8 ساعات مباشره كم مره راح توقف الفيديو كثير راح توقف الفيديو راح تعيد الفيديو عشان تطبق وما ادري ايش فالدورة بقدر الامكان حاولت انه اشبعك يعني محتوى فالمحتوى هناك او الموقع ذاك اصلا كل الغايه منه انه راح اشبع الشخص لما يطلع من الدوره يكون شبعان عارف هو منطلق على ايش فموقع فليكس كورسز هو شغلتي الشاغله بالوقت الحالي طبعا مع المايك الفخم هذا صرت اعرف اسجل المهم بالنسبه لابونتو في حاجه جميله يا جماعه انا ما ادري انت ترى ما شفتها الى الان بس عندي صديق جدا جدا مهتم بالموضوع هذا تحولت من يونيتي الى جنوم خلاص ما في واجهه اسمها يونيتي لذلك ممكن بالوقت القريب حلو ممكن وليس اكيد راح تشوفون استخدم ابونتو لاني انا احب استخدم الاصل ما احب استخدم الفرع غالبا اوكي ولكن لينكس من توزيع قويه ابونتو ما قدرت استخدمه لانه في واجهه يونيتي يعني ما عندي استعداد من الاخر لكن اذا كانت ترجع واجهه جنوم انا ممكن اشوف موضوع ارجع مع اني احب كي دي لكن نشوف رجعتهم يعني حلوه ابونتو تغيرت بشكل عجيب لدرجه انه قبل فتره سويت سيرفر قررت تكون النسخه اللي عليها اخر نسخه من ابونتو 18 وكنت بكل استهتار كالعاده بركب الاباتشي والماي اس كيو ال والبي اتش بي والشغلات هذه وشغل ما اشتغل فعرفت انه انا احتاج ارجع اتعلم في شيء صاير جديد في الابونتو ما اشتغل طبعا وما حاولت اني ابحث اصلا لانه ما كان في وقت فعلى طول ركبت 16 وشغلت 16 مدعومه الى 2021 اذا صار 2021 ذاك الوقت ان شاء الله نتفاهم احنا تونا باقي 3 سنين تقريبا الى هنا انا ما عندي اي شيء اضيفه تمام يعني حبيت بس اني الحق على كم شغله اسولف معكم يعني ممكن الى هنا انتهى شغلي لعل اهم الاسباب اللي خلتني ما اسجل وما اكون باليوتيوب كانت الفتره الماضيه ظروفي ما تسمح اني اطلع باليوتيوب اطلاقا حلو لكن الان تحسنت الظروف
واقدر ان شاء الله ارجع ونشوفكم ان شاء الله في الدروس الجايه. اي في خطط في تحديثات، لكن اصبر شوي خلونا اهدى ارتب المحتوى من جديد واشوف ايش راح انزل ان شاء الله من الفيديوهات القادمه. السلام عليكم.